السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ يا ربي تكونوا بخير وصحة وسلام يا رب. كنوع من تغيير الفيديوهات دائما والتجديد والتنويع، اليوم حبيت نعمل لكم فيديو على البشرة. ان شاء الله من هنا القدام نعمله على البشرة والشعر بإذن الله. اليوم فيديو البشرة، جبت لكم فوائد منقوع الأرز. منقوع الأرز أو الماء اللي كيترطب فيه الأرز، على الأقل يترطب ساعة. فوائد ديالو كثيرة، منها التخلص من البقع الداكنة وعلامات الشيخوخة، وكذلك كيتخلص من تصبغات البشرة والتجاعيد وهذوك الخطوط الرقيقة اللي كتكون في الجبهة أو في جوانب الأنف أو الفم. وأهم شيء هو أنه كيعطي النضارة للوجه بعد تعرضه للأشعة الشمس الفوق البنفسجية الضارة. هذا مكان، وكاين أنواع كثيرة، تبيض لون البشرة كيف قلت لكم، معالجة المشاكل ديالها مثل البثور ولا الحبوب والحصول وتفتيح لونها، وكذلك كتحصلوا على بشرة ناعمة ورطبة وهذاك وما فيهاش تصبغات. كذلك المنقوع الأرز أو الأرز عموما حتى لو كان مطحون كيعمل على تهدئة البشرة، كما هو لأنه كيحتوي على مضادات الأكسدة اللي كتحسن البشرة وكتلطفها وكتلطف الجلد وكتهديه من التهيج. هذا اللي حاولت نبحث ونجيب لكم الفوائد ديالو. نبداو على بركة الله. وصفتنا ديال اليوم سهلة وبسيطة، أنا نعملها بمنقوع الأرز لأن عندي الحليب بودرة. إذا عندك الحليب سائل ما كاين مشكل، بدل ما تعملي منقوع الأرز الماء الأرز، شدي الأرز بعد ما يترطب طحنيه وهو اللي يولي حبوب، ولوحي عليه بدل ما يكون الماء لوحي عليه الحليب السائل. انا اليوم ندير العكس، خليكم معنا تتشوفوا. كتاخدي 4 معالق من الروز او من حليب بودرة او ملعقتين كبار على حسب، اذا ما بغيتيش تخليه في الثلاجة. كتزيدي عليه منقوع الارز او الماء اللي كيترطب فيه الارز على الاقل ساعة، تخلطي بعد ما تخلطيه سهل. بعد ما خلط هاد المكونات كيعطيك بحال الكريمه، شفتو كيعطيك بحال الكريمه في بشره نظيفه جدا، وجهها كيكون غاسله طبعا بالتونر ديال مسحه بالتونر ديالك وغاسله مزيان بمقشر ولا داكشي اللي كتستعملي. بشره نظيفه، غتبداي تابليكي على وجهك بهذا الشكل، تكون فرشه خاصه بالماسكات، فرشتك خاصه بالماسكات. كتشدي بشرة نظيفة وكتأبليكي على وجهك بحال هاد الشكل، المهم كتبقاي حتى كتكملي الكمية. هاد الأرز اللي كنتي مرطباه ما غاديش تلوحيه، غادا تصفيه وتطحنيه وديري منه كريمة وتحطيه في الثلاجة. كريمة عبارة عن رز مطحون وكيف قلت لكم ملاعق حليب، تيعطيك كريمة وديريه في الثلاجة. تبداي ديريه في الليل لوجهك 3 أيام في الأسبوع، وإن شاء الله يعطي نتيجة ديال النضارة، خصوصا حنا دابا في فصل الصيف
كاينه الشمس بزاف، واللي تيخدموا الموظفات او اللي تيخرج بزاف تتعرض للاشعه فوق البنفسجيه اللي كتعطي تصبغات للوجه، وهذا الشيء ما كيصلحش للبشره. من بعد كينشفها وكيعطيها تجاعيد، ماشي مساله النضاره، مساله حتى ملي كتنشف البشره ما كتبقاش زوينه، كتدار تجاعيد. المهم انا ابليكيتها مزيان على وجهي بهذا الشكل كيف كتلاحظوا، نخليها لمده ربع ساعه الى 20 دقيقه. من يبدا ينشف غنبدا نفرك بهذا الشكل دائري، تبداي تفركي بحال هكا وتغسلي وجهك بماء فاتر ونطلقها من بعد. بعد ما مرت 20 دقيقة نشف الوجه، فركته بحركات دائرية وغسلته بالماء فقط، ما درت حتى حاجة وراه، لا مرطب لا حتى حاجة، وخرج هكا من الماء فقط، الماء خرج رطب ونظير. هاد العملية قلت لكم 3 أيام في الأسبوع، إن شاء الله تعطيكم نتيجة رائعة. بهكذا نكون ختمت فيديو ديالنا ديال اليوم، إن شاء الله فيديو قادم بحال هاد الشكل. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.